السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت أن أوضح بإذن الله سبحانه وتعالى ما هي أضرار حب الرشاد. كما نعلم بأن حب الرشاد له العديد من الفوائد والأضرار للأسف. فبداية، يحتوي حب الرشاد كما نعلم على خصائص مدرة للبول، والذي ذلك قد يسبب من زيادة التبول ويشكل عائقا لدى العديد من الأشخاص. وأيضا يجب أن المرأة الحامل أن تبتعد عن حب الرشاد، لأن تناولها لحب الرشاد قد يسبب للأسف مشاكل صحية سيئة للجنين، والتي من الممكن أن تسبب عدة مشاكل وتشوهات خلقية. وأيضا قد يسبب حب الرشاد قصورا وتضخما كبيرا في الغدة الدرقية. وأيضا الجرعات الزائدة من حب الرشاد من الممكن أن تعمل على نقص البوتاسيوم في الجسم، وهذا أمر يؤدي إلى رفع مستوى ضغط الدم.